السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس الثالث من دروس جروب ريش تريجر لتعليم الاركيد ستيك. طبعا في الفيديو هذا راح نتكلم عن شغلات واجدة، ولكن راح نبدأ في شخصيات ال 360 اللي ما تكلمنا عنهم في الفيديو السابق. طبعا شخصيات ال 360 مثل جرابلرز مثل زنجيف، هاكان او تي هوك. طبعا كوماند الجراب اللي هو دائرة كاملة. طبعا سوبر ستريت فايتر مو بلازم تسوي دائرة كاملة، ممكن تبدأ من اليمين مثلا الى الزاوية اليسرى مثلا تطلع معك الجراب، مو بلازم تسوي دائرة كاملة، ومو لازم تحدد الاتجاه، في اي اتجاه تجي معك الحركة. طبعا راح نبتدي اللي هو جراب البايل درايفر حق زنجيف. زي ما تلاحظون مو لازم نسوي دائرة كاملة، تجي الحين انا بتكلم على حركة السوبر اللي هي دائرتين، فمو لازم تسوي دائرتين بالضبط، تسوي اقل تطلع معك السوبر. كذلك الالترا يعني نفس الفكرة. الان راح نتكلم على الالترا او السوبر لاكوما. طبعا كثير ناس يعرفون يسوون اللي هو الالترا والسوبر لاكوما يعني بطريقة العادية، فاحنا راح نوريكم اياها، بنوريكم اختصارات ثانية لها ممكن تسويها. طبعا راح نوريكم الان الحركة الاصلية الالترا طريقة بطيئة، بعدين نسوي حركة سريعة. هاي الحركة البطيئة، الان نسوي حركة سريعة. الان ننتقل للاختصار الاول، بس راح نسويه بطريقة بالسوبر طبعا، اللي هو لو بنش فورورد، بعدين ها لو كيك مع هاي بنش في نفس اللحظة. راح اسويها مرة ثانية. المرة الأولى ما ضغطنا لو كيك مع هاي بنش في نفس اللحظة، لكن المرة راح اسويها فشوفوا كيف صار. الآن في اختصار ثاني اللي هو للالترا، بس المرة راح اسويها بالالترا، اللي هي داون باك اللي هي صد على تحت، ضغط لو بنش مرة مرتين، بعدين باك لو كيك هاي بنش. راح اسويها بطريقة بطيئة الآن عشان تشوفون تكون واضح. سويها الحين بطريقة سريعة. طبعا تكون انت في حالة صد وفجأة تبغى تسوي الالترا، هذه يعني تعطيك ادفانتج عالي. الان بنسوي الكرة الترا او الكرة السوبر، راح نسويها بالسوبر، اللي هو لو بنش مع ميديوم بنش من قريب. بدل ما تطلع اللو بنش ميديوم بنش تطلع السوبر مكانها، فراح نوريكم اياها الحين. هذه كرة طبعا. شوف كيف قبل ما تطلع الميديوم بنش تطلع الالترا او السوبر، زي نوع من الخدع. طبعا الان راح نتكلم عن حركات اكثر صعوبه بالنسبه للستيك، طبعا اللي هي كنسل الحركات او سبيشال موف. طبعا فوكس اتاك راح نعيد كيف نضغطها. في ناس يفضلون يضغطون بالطريقه هذه او بالطريقه هذه، كل واحد على حسب راحته طبعا.
بالنسبة لحركات الكنسل راح تكون مثال اللي هو أشهر يعني من أشهر الحركات الكنسل اللي هي حق ريو شوريوكن كنسل انتو الترا. طبعا في البداية اللي بيتعلم الحركة هذه يسوي شوريوكن مع كنسلين فقط زي كذا. بعد اتقانها يبدأ يسوي حركات يزيد من عنده يسوي شوريوكن كنسل داش داش امامي طبعا. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة يسوي بشكل كامل شوريوكن داش كنسل انتو الترا. طبعا الحركة تاخذ وقت تقريبا من اسبوع الى اسبوعين اتقانها بشكل كامل في التريننج ثم في المباريات. يعني ياخذ وقت فالواحد يكون صبور مع الشغلات هذه لانها شويه اصعب. طبعا الحركه هذه ممكن تدخلها بكومبوات او زي كذا.